سمحت حداقة. يا سلام يا سلام. كنوجدو الفطور اختياض النار الحداقة ما يضع على بندبور، كتوجد المليويات ومسمنات درت مخمرات درت مسمنات. يا سلام هادي قلبي دابا البنات. عاد غادي نقول لكم السلام عليكم، واش اخباركم؟ ان شاء الله تكونوا باحسن الاحوال، بخير وعلى خير، مع فيديو جديد ان شاء الله. شكرا بزاف 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 البنات على تعليقاتكم اللي كتوصلني، ميساجاتكم اللي كتسولوا فيا وفين غبرت. ربي يخليكم البنات، والله العظيم الا كنفرح بزاف 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 ملي كيوصلوني التعليقات ديالكم وحبكم و تشجيعاتكم. اسماء رجعي فين كتغبري علينا، ديري لنا شنو ما اسماء، ديري واخا حتى فيديو هضري معنا فيه. والله البنات الا الله لا يخطيكم، والله يسهل عليكم ويعطيكم كل ما في خاطركم. حتى نتوما البنات اختكم اسماء راها غبره البنات غير مع تمارتي وخدمتي وضيافي والخروج، فكنحاول انني نبروفيتي مع العائله ديالي، وفي نفس الوقت ملي كتكون هكا عندي الخدمه فاكيد كنمشي عاوتاني للسونتر. يعني ما كنقدرش انني ندير بزاف د الحاجات، راه عرفتي دابا كندير لكم هذا المونتاج حتى التالي ديال الليل. وهاد لا فيديو راه ديجا تصور قبل، غير اش غنقول لكم الوقت باش غندير له المونتاج، والله ما كان عندي، ما كانش عندي كاع بصفه نهائيه. المهم الغزالات ديالي اليوم قلت هاد النهار والله حتى غادي نشارك معاكم كيفاش داز عندي نهاري، واخا ما نعرف شنو، المهم نشارك معاكم بعض اللقطات وكيف ما شفتو ديجا قبل. في الصباح نط لقيت اختي مسكينه خدامه كتصوب هكذا مليويات، هي الصراحه وجدت الفطور وهي اللي صوبت داكشي كيف ما شفتو معايا قبل. وراكم عارفين ملي كيدوز الفطور كنبقاو شحال وحنا مجمعين على الطبيله وهذا، بعد شي مرات راه كنخرج نمشي للخدمه وكنرجع عاود للدار، بعد شي مرات ها نتوما كيف ما شفتو بحال هاد النهار نضنا وجدنا كي قلت لكم فطور، فطرنا كنبقاو مجمعين فوق الطبيله، ومن بعد ضروري ما كتنوضي عاود ترصي لي غادي ترصي وتشوفي شنو غادي ديري للعشاء، هي هذيك العشاء الغدا واش كاين شي بروغرام واش هذا واش هذا. المهم ضروري نهار كيدوز عامر، فكيف ما كتشوفوا من بعد ما نفطروا داكشي مشيت جمعت بعدا واحد شويه هذاك السيجور لان فيه كنبقاو مستقرين تما مستقرين تما كنجلسوا تما الدري كيديروا لاوي كيبقاو يلعبوا سوا ماريو سوا شي حاجه كنلعبوا معاهم ولا كنجمعوا تما حيت داك البلاصه راكم عارفين قبل تاع الكوزينه تما غالبا ما كنكونوا جالسين. في الليل راكم عارفين كنجمعوا بعد شي مرات في السطاح اولا في حدا باب الدار ولا في الصالون اللي قدام ديال السفلي اللي قدام الباب. اما الفوق صراحه ما كنجلسوش بزاف مع هذه الا طلعنا للسطح وخلاص غير النباته وصافي. ايوا المهم يعني فريمون في السفلي كترون القضيه بزاف، فهاد الحاجه اللي كتكون من الروتين اليومي ديالي اللي كيدار يوميا، وهو الدنيا كتجمع الكوزينه كتجمع السياق كنسياق الصالون حتى هو كيتجمع، راكم عارفين شي حاجه اللي كدار يوميا راه هادشي كيدار يوميا اصلا، سواء كان معايا الضياف ولا ما كاينينش هادشي يعني كيدار يوميا، لان بلاصه يعني اللي كنكونوا قلت لكم مستقرين فيها كترون، البلاصه اللي كتكون قدام الكوزينه فاكيد كترون. ايوا هنايا كي قلت لكم بعد ما داز الفطور مشيت جمعت شويه السيجور ودخلت للكوزينه، راكم عارفين حتى هي من بعد ما الفطور وداكشي تقنبلات ف بحال مطرطقه فيها قنبوله، دخلت لها عاوتاني جمعتها هكا واحد شويه رصيت داكشي اللي خاصو يترصى. ومهم هذاكشي اللي كتشوفيني حاطه فوق الطبله داك الطباسل ما رديتهمش لان كنحتاجو داكشي عاوتاني
الغداء وداك الشيء ما كنخبعهمش، لان بلاصتهم اصلا ماشي في الكوزينه كاع باش نبقى نخبعهم ونولي نعاود نجبدهم، كنطلعهم للفوق. قلت ما عندي لاش، اللهم نحطهم تما حتى نوليو نعاودو نستعملوهم. ايوا هادشي ما كاين البنات. غنغسل الدنيا معاكم اكيد غادي نقادها، وكذلك خرج مشيت تقطيت. المهم هاد النهار النهار كان عندي فريمون مشارجي، وقلت ضروري البنات غادي نتشارك معاهم النهار ديالي، واخا هكا غير مقتطفات، المهم ما نغبرش عليهم. هادشي اللي كاين البنات، راكم والله العظيم الا دائما في قلبي ودائما كنفكر، وكيجي داك الصباح وكيبقى فيا الحال ملي ما كنحط لكمش هكذا فيديو. عارفه متتبعاتي اللي كيبغيوني نحط فيديو شاك جوغ كيتسناوني، وانا ما كنحطوش، حتى انا كيبقى فيا الحال، لان حتى انا كيبقى في بالي، وزعما خاصني نحط فيديو حيت عارفه الناس اللي حتى هما تيبغيوني كيتسناوني، فتا انا كيبقى فيا الحال قسما بالله. ولكن ما لقيتش كيفاش ندير، والله ما لقيت كيفاش ندير. انا قلت لكم ديجا هاد الفيديو راه صورته، وما لقيتش كي ندير باش نحط ندير له زعما حتى المونتاج. هاد النهار قلت راه عرفتي شنو، واخا ما نعرف شنو، راه ضروري غادي ندير المونتاج. وهداك الشيء اللي كاين دابا راه عرفتي التالي ديال الليل، تقريبا كلشي ناعس، بقاو غير البنات اي انا واختي ولينا وزين بلي فايقين. وقلت ضروري ما غادي ندير المونتاج، كنهضر بشويه، كنتمنى الصوت يكون هكذا واضح وتكونوا كتسمعوني مزيان، لان كنهضر بشويه باش ما نديرونجيش الاخرين وما نفيقش اريج بيان سور، راكم عارفين. هادشي ما كاين الغزات ديالي، والله يكبر بيكم ويعطيكم كل ما في خاطركم، ودائما نقولها لكم ونعاودها لكم، الله يفرح قلبكم ويسهل عليكم. راكم كتعرفوا البنات تبارك الله ما شاء الله، ملي كتكون الدار عامره وكيكونوا سيغتو الخوت، فكتبغي تبروفيتي اكثر وقت ممكن مع احبابك، مع عائلتك، مع اصحابك، هكذا جماعه صراحه اللي زوينه، وماشي دائما كتكون. هادشي اللي بغيت نقول لكم، يعني ماشي دائما كتكون، ف كتقولي اللهم يبقاو عندي ذكريات زوينين، سواء هكا متورخي متقين، لان انا كندير هكا دي فيديو حتى مي كنكون هكا مع عائلتي شي حوايج وكنبغي نخليهم عندي، يعني ليا انا سوفونير كنخليهم هكذا عندي. وشوفوا الوقت اصلا اي وقت داز ما يمكنش انه يرجع، سبحان الله العظيم. دابا حنا ملي نتجمعنا كنقولوا تعقلوا مثلا الصيف اللي فات، يعني كتهضري على واحد عام والعماين دازت، يعني كتفكري شي حاجه اللي هي زوينه، فهمتوا اللي بغيت نقول لكم، سبحان الله العظيم. المهم كنلعبوا مع بعضياتنا، كنديروا تحديات مع بعضياتنا، كنخرجوا، كنمشيو بحال، كنجمعوا، كنتعاودوا نكات، كنديروا بزاف ديال الحوايج. وما كرهتش لو كان انني نقدر انني نبارطاجي معكم داكشي، ولكن مالوغوزمون راكم عارفين ماشي اي حاجه كتبارطاجها في لي ريزو سوسيو داكشي كيبقى هكا شخصي. انا شي حاجه اللي كنقدر انني نبارطاجيها معكم ديالي اللي انا كنكون متحكمه فيها 100% بيان سور، راني كنبغي انني نبارطاجيها معكم اللي نعطيكم منها واحد الشحنه ايجابيه، اولا اللي تستفدوا منها، اولا اللي نفرح قلبكم نضحككم ولا شي حاجه، يعني تفاجئوا تتوجوا معايا بها. المهم شي حاجه اللي كنقدر انني انا متحكمه فيها من أ حتى زد، كنقدر انني نبارطاجيها معاكم. ملي كيكون داخل معايا شي حد اخر فاكيد راه ما بيان سور ما غاديش تقدي، سورتو واحد ما كيكونش كيبان في لي ريزو سوسيو مثلا، اولا ماشي اي حاجه اصلا كتبارطاجا، راكم عارفين سورتو هذا الشيء ولا صعيب دابا، ولي لي زابليكاسيون اللي دابا خارجين حتى هما ولاو صعابين، يعني اي حاجه تقدر انها تمونطا وتبدل، ومهم يتركب عليها صوت وبزاف ديال الحاجات. كتقولي اللهم من الاحسن انا دخلت لهذا الدومين، خليني انا نتحمل المسؤوليه ديالو سواء كان ايجابي ولا سلبي، حسن ما تدخلي معاك شي حد اخر اللي قد تقدي انك ديري له مشكل ولا. ايوا هادشي ما كاين الغزات ديالي صراحه، ما كنسخاش بالهضره معاكم وحق الله العظيم، ما كنسخاش بيكم وما كنسخاش بالهضره معاكم، وما كرهتش انني نحط لكم يعني شاك جو، غير سمحوا لي ان شاء الله سوف اعود بقوه ان شاء الله باذن الله. حتى هاد الوقيته هادي راكم عارفين ديال الخدمه، يعني كتكوني هكا شي شويه مضغوطه،
راه هاد النهار ما سالينا خدمه تقريبا حتى شي الوحده د الليل، عاد سالينا خدمه. جيت يلا هضرت معاهم هكذا واحد شويه، قلت ضروري نمشي. والله خديتها البنات ما شكيت عليكم، الا دولي بران ديال الميل خديته ارتحيت هكذا واحد شويه، ودابا عاد كندير لكم المونتاج. عرفتي راه ما عرفتش شحال 3 يمكن ديال الصباح ولا ما عرفتش. ايوا المهم غزالات ديالي شنقول لكم، هذه هي الدنيا، هادشي اللي كاين. مره هنا معاكم، مره هنا غابه عليكم بسبب ديال الخدمه. مهم لعل كيف ما كنقولوا لعل المانع خير، هذا ما كان. والحمد لله انا راني لاباس، اللي كتسولوا فيا الحمد لله بخير وعلى خير، ناشطه وفرحانه ومجمعه، وخكينا تماره في الخدمه وداك الشيء ماشي مشكل. راكم عارفين الوقيته عاوتاني ديال الخدمه، اكيد الواحد خاصو شي شويه يجمع راسو. المهم بزاف ديال الحوايج، المهم غادي نسالي هاد الروينه هادي اللي عندي كامله كيف ما شفتوا معايا، وغادي نخرج ان شاء الله نمشي نتقطع داكشي اللي خاصني نتقطعه، واكيد غادي نكمل معاكم ان شاء الله نهاري. المهم غزالات ديالي ما تنساوش انكم تابوناو عندي في الانستغرام، دائما كنخليه لكم في الاول ديال لا فيديو، ولتحت في صندوق الوصف بيان سور حتى تيك توك دخلوا عندي مرحبا بكم، اللي هو شانيل اسماء بيان سور، حتى الانستغرام شانيل اسماء مرحبا بكم. وما تنساونيش البنات بكومونتيراتكم وكذلك اللايك ديالكم. ما لبسنا حويجاتنا ودابا خارجين ان شاء الله المرجان نمشيو نتقطا، وهانتوما معايا من بعد نطلاقا. الله وصلنا دابا المرجان، مشي ناخذ ليه واحد الشاريو. ودي الضحك مسكينه ماما، انا خارجه وهي كدير لي ها بنتي الكونفيتور اللي تيعجبك ما بقاش، ها بنتي. وانا والله ما بقيت عاقله على الكونفيتور، حيت انا كيعجبني كونفيتور ديال الفريز. اوبا البنات، وجدوا راسكم وجدوا راسكم للدخول المدرسي. شوفوا سي البنات واحد الحاجه كيتسحب لي كنصور لكم، لقيت راسي ما تنصور حتى شي حاجه، يعني كندير بوز في الوقيته اللي كنجي نصور لكم، كندير بوز في الوقيته اللي كنت كنبغي نحبس هو اللي كنسجل. المهم ما صورت لكم حتى شي حاجه في مرجان، وباش نولي نعاود نصور وداكشي راكم عارفين مع الصباح والوقت كيطير. المهم انا دست قضيت الصخره ديالي كامله اللي كانت نورمالمون ناقصاني، هزيتها كامله من مرجان. خدينا شويه ديال المناظم، عاد دابا الصيف راكم عارفين شويه ديال دانونات، شويه ديال السقاطه للدراري، ماشي غير ميريندينا و خديت غير ميريندينا وهذا ومادلين. خلاص خديت الحليب، حليب الاريج، مطيشه، سميده الحرشه، راكم عارفين قهوه، فروماج. ايوا المهم نمشي للدار من بعد نوريكم. دابا راه حنا في الناظور كيف ما كتشوفوا، غادي نمشيو ان شاء الله عند ناصر باش نكمل القضيه ديالي من تما. تبارك الله الناظور عامر. شوف شو كان معطل الطريق. احنا حبسنا الطوموبيل ودابا ان شاء الله باذن الله غادي ندخلو عند ناصر. ها هو هانت مرايا فين كاين الشبيبه. بالنسبه للبنات اللي تيسولوني تيقولوا لي اسماء فين كاين، شتي هنايا زينا سوليس. صافي البنات هزيت داكشي اللي خاصني، ودابا جيت باش ناخد واحد البرودوي ديال التصبيغ. كيدير الريحه ما كاينش كيكون هنايا،
عرفتوا هذاك اللي فيه بحال لي فروي روج كيكون هنا هي بلاصتو ما كاينش. شوفوا هذا حتى داك عندك ما عجبتني ريحته تاع هذا زوين. ناخذ هذا دير 24 درهم الصراحه عجبوني فنين. هذه ديال البلاطو مع هذه اللي كيتحط عليها البراد مع هذه اللي كيتهز بها البراد فنه دايره 65 درهم. كاينه هذه كاين الكري كاينه مدوره كاينه مستطيله هادو دايرين 10 درهم. كاينين هادو دايرين 15 درهم. كاين هادي فنه شبعتني هادي مع جايه بالنقري والبغونز زينه. دابا البنات انا وصلت للسلوان عاوتاني ماشيه خليت الطريق لتحت دابا غادي نمشي ل عند التخفيضات. ها هو البنات التخفيضات راه في الطريق ديال الجامعه. كل بلاصه كناخذ منها حاجه. السلام عليكم. دابا ناخذ هنا لا برودويات لتا حاجه. شوفوا البنات راه كبر داك البلاصه شوفوا تبارك الله كيفاش رجعات. هانتوما البنات هنايا خديت هذا الهومبرغر انا عاد وصلت دابا للدار خديت هذا السوشي الاحمر والزبده هادو نيشا نمشي نديرهم في الكونجيلاتور راكم عارفين مع الصهد. المهم بنات انا ما نحاول انني نتقاسم معكم داكشي بالزربه. هذا خديته من عند ناصر حيت ما لقيتوش في مرجان الزيت والكحل. انا خديت الطون حيت كنحتاجوه راكم عارفين مع لا بلاج وداكشي الدراري. خديت فيري بالنسبه للغسيل ديال الماعن. خديت هنايا جافيل خديت هادو حتى هما الدراري مادلينات. انا خديت اورانجينا كاين كوكا خديت هادي شاي طح هذا خديت هذه كبيره لان ما لقيتش الاخرى الصغيره. هادو خديتهم عند ناصر خديت هذه غيكون ديجا تشاركتها معكم تما صراحه عجبتني بزاف قلت غادي ناخذها. خديت تما ميريندينات راهم هذا تا خديتهم عند ناصر ديال الحوايج وخديت هنايا سوليس هنايا كاين سوليس. هادو دي شيبس دابا الا بغاو نشربو بهم البحر. هنا كاين غير الكومير. خديت ناس كافي هنا كاين الحليب الاريج اتاي هنايا خديت هذا الحليب. هاد السميده ديال الحرشه هنا غتلقاو فقط غير المناضه ولا جو داكشي. الحوايج الاخرين راني درتهم في الثلاجه كلشي ديال الثلاجه درته في الثلاجه. هنا كاين السكر هنا كاينه مطيشه. هنا يلا عاد وصلنا لنفس لا بلاج اللي كنا جينا له داك النهار اللي كيتسمى شاطئ ميامي هو اللي جينا له. البنات عندك ماما شو 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 هزيها هزيها دغيا هزيها لينا عواج عواج ورجليه اجي دسي هنا عواج ورجليه عواجو كتطيح بالكرسي. لا عرفتي شنو ماما راه عندي الحصيره نديرها لك في الارض. خرج بصح للرمله هما نعطيو 150 درهم. عرفتي شنو قال لهم؟ قال لهم هذا اللي جالسين فيه حنا 150 درهم. ميامي ميامي
والله الا غتشري ب 120 درهم من مرجان. عرفتي البنات راه ما يمكنش وحق الله، صوروا هادو اللي من مورانا دايرين لهم 150 درهم. جلسي ولا لا؟ علاش عليك باش تجلسي؟ ما فهمتش. والله العظيم راه ما يمكنش باش الواحد يجي، ولكن ماشي مشكل، الارض ديال الجامع واسعه وعريضه، نقصوا فين ما عجبنا. والله الا عرفتي راه جيت العدود الدم، قال لك انا غنمشي نشري دابا باراسول. ايوا المهم غزالات ديالي، حنا جينا كي قلت لكم، كي قالت اختي البحر ديال، قالت لي شاطئ ميامي، انت اللي قلتي شاطئ ميامي، جاي ما بين بوكانا وما بين الجزيره، راه داك النهار قلتها لكم زوين بزاف 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 هادئ، وكيوصلوا غير العائلات هما اللي كيوصلوا، ما كيكونش مخالط هكا ولا. ايوا المهم دابا ان شاء الله غادي نمشيو نعومو. قولوا لي بعدا بالصحه وراحه البوركيني ديالي الجديد، شوفوا. يا سلام. ايوا المهم دابا غادي نمشي نعوم، ومن بعد ان شاء الله نتلاقاو، راه كلشي مشى دخل، خلاوني بوحدي، خلاوني انا وماما، خلاو الحاجات. شوفوا البنات، ما شاركت معكم حتى شي حاجه، داكشي اللي جبت معايا من الدار. المهم هنا جبت لي غوبلي، هنا جبنا الماء، العصير للدراري، جبنا هادشي راه كاين، هادو ديال الثلاجه مجمدين باش يبقى هكا داكشي جام. ديت الحليب الاريج مناضة، وهنايا كاينه الماكله، درنا ساندويتشات ها نتوما، هادو درنا فيهم القلي، هادو درنا فيهم القلي، ها شكون بغا؟ واش بغيتي بالشلاضه ولا بلا شلاضه؟ شكون بغا هذا؟ شكون بغا؟ شكون بغا؟ وحدين درناهم عاديين، وحدين درناهم بالشلاضه، هذا بالشلاضه. مهدي شو تاخذ؟ هذا بالبصله مطيشه. هذا البنات فيه الطون وبصله مطيشه وزيتون، يا سلام. واعر صراحة البنات، عمى يا سلام واعرة الله العظيم. عرفتي عمنا وارتاحينا وكلينا، ولينا عاوتاني دخلنا، ولينا عاوتاني عمنا ولعبنا. انا نورمالمون ملي كنجي للبحر كنعوم غير مرة وحدة، ما كنبغيش نبقى هكذا كل مرة كنعوم. صافي كنخرج كنشف ما كنقدرش نولي عاود ندخل، كنقول لهم صافي كيبرد الحال عليا ما كنقدرش. دابا والله العظيم عاوتاني ولينا دخلنا عاود المرة الثانية، ضربنا بعوما خرجنا، حنا كنلعبوا الراكيت حتى نشفنا، هما راهم عاد عاوتاني يدخلوا يضربوا عاوتاني بواحد العوما، الجو زوين. ودابا التالي ديال العشيه البنات، شوفوا هكا كنديرها ها، وحتى الشميشه ما كايناش مقبعه، عدت لا لا ما كانتش الشمس هاد النهار مجهده شي شمس صراحه، كان الصاد ولكن الشمس ما كايناش هكا خارجه بزاف، جو زوين ما كتحرقش. ايوا ودابا خلاص هي بدات كتمشي كاع في مره في مره. دابا الشيء الا بقينا راه غير غادي نمرضوا، حيت مع لابسين الحوايج فاسقين والله الا ماما، مع هاد الريح كيرجع الغربي كيعطي الغربي هكذا بالليل. ايوا المهم دابا غنتسناوهم غير يخرجوا ونمشيو ان شاء الله بحالاتنا. هما دابا راه معاد دخلوا حيت البحر سخون، برا كيجيك البرد ولا في قلب البحر الجو ماشي بارد، كتحسي بالما سخون كتخيفش تخرجي، نتينا كتخرجي من البحر وهو كيجيك البرد كتحسي بالبرد. ايوا المهم دوزنا صراحه هاد النير زوين، ماشي هاد النير غير نص النهار، هادشي اللي كاين. ايوا هذا ما كان، اما الصباح مشينا غير شحال من حاجه، وحاجه درناها
الصخرة وبزاف ديال الحوايج.